تعالوا دلوقتي مع بعض نستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. ظهرت بعض الكثافات على الطريق الدائري من ناحية منطقة السلام وفي النفق اللي جاي من الأقاليم للقاهرة عن طريق الطريق الزراعي، كمان المتجه من المنيب في طريقه للأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي للجيزة، برضو في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح لشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو بعض الكثافات البسيطة والغير مؤثرة. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء، هناك هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. كمان ظهرت بعض الكثافات على كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه للفنجري، وكذلك الأمر على كوبري المطارية للقادم من الكابلات. ونروح للجيزة علشان نستعرض هناك الحالة المرورية. شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الزراء. لسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي وبيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والتربية. كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، كثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بتظهر كمان بعض الكثافات على محور صفة اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، كثافات مرورية متحركة. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ظهرت كثافات أيضا بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. اللي رايح المهندسين متجه لأكتوبر في سيولة مرورية كبيرة على المحور، وبتظهر بعض الكثافات البسيطة على محور 26 يوليو للي جاي من أكتوبر، تستمر لحد ميدان لبنان. وخلونا نروح كمان لمحافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر مكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي فيه سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. ونكمل جولتنا المرورية ونروح لغاية الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك كثافات مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة بسيطة جدا تبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. نروح لطريق أحمد أبو زيد، هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. وبكده خلصت نشرتنا المرورية. نستعرض بقى مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء. في نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة غربا وعلى مناطق من الصحراء الغربية مع وجود فرص أمطار خفيفة غربا. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40، وأقل درجة حرارة في 28 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.